هادئ هادئ، وربما الضغط كله سيكون على فريق الرجاء على أي كل شيء وريد. حكام الحرج بوشعب الحرج بعد تردد كبير للجنة المركزية للتحكيم، وتم اللجوء للحرج. رابع مقابلة للحكم الدولي ينتمي لهيئة محامين بالدار البيضاء. صعود أول تيفو، صعود أول تيفو لمناصرو الوينر، لمناصرو الوينر يعني لوحة مثيرة ومدهشة لأنصار فريق الوداد في المنعرج الأيسر هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. بالدار البيضاء إذن يحملون اسم مدينة الدار البيضاء، هذه المدينة الأسطورية، هذه المدينة الاستثنائية، القطب الاستثنائي، القطب الاقتصادي الكبير. هكذا مناصر فرق الوداد، مناصر الوينرز الفائزون المنتصر.